متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله وأوقاتكم بكل الخير. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية للأسبوع الأخير من شهر شعبان، ما هو قبل رمضان، حيث هذا الأسبوع يتوقع أن تتميز الأجواء بأن هناك ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة وأجواء أقرب للربيعية، لكن مع نهاية الأسبوع سيكون هناك تغييرات على الأجواء. سنستعرض معكم هذه التوقعات بدءا من يوم غد الأحد. أجواء غائمة جزئيا إلى متقلبة إلى بين غيوم متفرقة أحيانا. تتأثر المملكة بما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، وبالتالي هناك ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، تصل في العاصمة إلى 24 درجة مئوية في إربد 25، 21 في جبال الشراء، 25 في معان، 31 درجة مئوية في العقبة، و28 درجة مئوية في البادية الشرقية. إجمالا حتى العقبة ربما تصل أكثر من 31 درجة مئوية، بما أنها المدينة الأولى التي سيكون فيها تخفيف لحظر التجول، فالأجواء يتوقع أن تكون حارة نسبيا وربيعية ممتازة في تلك المناطق بمشيئة الله تعالى. هناك فرصة ضعيفة لأن تهطل زخات محلية من الأمطار محدودة بشكل حتى زمنيا تكون تقريبا في ساعات العصر فوق بعض المناطق الشمالية والوسطى من المملكة. في ساعات الليل هناك ارتفاع على درجات الحرارة الصغرى، وبالتالي ستخف نسبة البرودة في الأجواء في ساعات الليل. نذهب إلى يوم الاثنين، استقرار شامل على الأجواء مع المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، تصل إلى 26 درجة مئوية في العاصمة عمان، كذلك أمر في إربد 22 فوق جبال الشراء، 32 درجة مئوية في العقبة، 27 في معان، و31 درجة مئوية في البادية الشرقية ورويشد. أجواء تكون مائلة للحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت، خليج العقبة، كذلك الحال في المناطق الشرقية من المملكة. ربيعية دافئة في باقي مناطق، أجواء مميزة جدا ستكون يوم الاثنين، وحتى في ساعة الليل درجات حرارة أدفأ مما عليه الأحوال الجوية خلال الليالي الماضية، مناسبة للجلوس في الشرفات الخارجية للمنازل. ستكون البرودة متأخرة في ساعات الليل والأجواء غالبا مشمسة بوجه عام. هناك هبوب للرياح جنوبية شرقية يوم الاثنين ربما تثير بعض الأتربة والرمال. انتقالا إلى يوم الثلاثاء، هناك المزيد من الارتفاع، إذا تصل إلى 27 درجة مئوية في العاصمة عمان، تبقى 26 في إربد، 23 في جبال الشراء، 28 في معان، 31 في العقبة، و32 درجة مئوية في المناطق الشرقية، وتبقى الأجواء مائلة للحرارة سواء في مناطق العقبة أو البحر الميت أو الأغوار أو حتى المناطق الشرقية، وتكون ربيعية مميزة دافئة بوجه عام في باقي مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى، وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية غير الممطرة، مع وجود أيضا ارتفاع في درجات الحرارة الصغرى، تصل الصغرى مثلا في العاصمة عمان إلى 17 درجة مئوية في ساعة الليل، يعني الأجواء تقريبا حتى في ساعة الليل تكون أقرب منها للدفء منها من البرودة. يوم الأربعاء تتأثر المملكة بمنخفض جوي خمسيني سريع، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح الأجواء حارة نسبيا حتى في العاصمة عمان، جافة ومغبرة في أغلب المناطق مع نشاط لافت في سرعة الرياح، ويتوقع أن يكون الطقس نوعا ما مزعج يوم الأربعاء بالنسبة لباقي أيام هذا الأسبوع. تصل في العاصمة عمان إلى 30 درجة مئوية، ربما تكون هي الثلاثينية الأولى لهذا الموسم. ليلة 15 29 إلى 14 في إربد، جبال الشراء 25 إلى 13، حتى أجواء هناك ستكون دافئة، 28 إلى 16 في معان، 31 إلى 21 في العقبة، تصل إلى 32 إلى 17 في البادية الشرقية، هناك تدني لمدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع في نسب الغبار في الأجواء. وبالتالي ندعو الإخوة سواء في مدينة العقبة بسبب فك حظر التجول بشكل جزئي هناك، أو باقي الإخوة في المحافظة أثناء التجوال سيرا على الأقدام، من الانتباه من ارتفاع نسب الغبار في الأجواء، خاصة ذلك لمرضى الجهاز التنفسي والعيون. تستقر قليلا يوم الخميس الأجواء مع انخفاض كبير جدا على درجات الحرارة، تصل من 30 إلى 23 في العاصمة عمان، 24 في إربد، 23 في جبال الشراء، تبقى حارة في العقبة لا تغير على درجات حرارة 32 درجة مئوية إلى 24، تبقى كذلك الأمر مغبرة الأجواء في جنوب وشرق المملكة، 28 درجة مئوية في معان والصغرى 21، و30 درجة مئوية في البادية الشرقية مع 20 درجة مئوية صغرى، وتكون الأجواء مستقرة لكنها مغبرة بشكل عام خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وانخفاض وتقلب حراري كبير ما بين يومي الأربعاء والخميس، وبنحتاج إلى معطف يوم الخميس مقارنة مع يوم الأربعاء. بالمناسبة تحري هلال شهر رمضان سيجري يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى، وهو ليلة 29 من شهر شعبان، لكن فلكيا يغيب القمر قبيل غياب الشمس، وبالتالي يستحال من الناحية الفلكية رؤية هلال شهر رمضان يوم الأربعاء، وعليه تكون يوم الخميس أو يكون يوم الخميس المتحدث
المتمم لشهر شعبان من الناحية الفلكية، ويكون يوم الجمعة هو اليوم الأول من شهر رمضان. وعليه تكون الأجواء يوم الأربعاء حتى من الناحية الجوية غير مناسبة لتحري هلال شهر رمضان بسبب ارتفاع نسب الغبار وكثافته في الأجواء عما ستكون عليه الأحوال الجوية في الأيام الأخرى بمشيئة الله تعالى. نأخذكم إلى يوم الجمعة وهو فلكيا أول أيام شهر رمضان المبارك. منخفض جوي خماسيني عميق من المتوقع أن يؤثر على المملكة يوم الجمعة المقبل بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وعليه يتوقع أن يطرأ ارتفاع مرة أخرى على درجات الحرارة لتصبح بها درجات حرارة مرتفعة، تكون أجواء دافئة إلى حارة نسبيا، لكن يتوقع أن تهب رياح نشطة وقوية قادمة من الصحراء المصرية وتؤدي إلى حدوث موجات غبارية تعم مختلف مناطق المملكة. ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر المملكة بهذا منخفض الجو الخماسيني نهار يوم الجمعة، ولكن مع ساعات المساء والليل يتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتعود الأجواء تصبح مائلة للبرودة، كما تتهيأ الفرصة للأمطار بمشيئة الله تعالى مع ساعات ليلة الجمعة على السبت. نستعرض درجات الحرارة سريعا، 26 درجة مئوية في العاصمة عمان، لكن لاحظ ليلا 11 درجة مئوية تعود الأجواء تصبح باردة، 24 في إربد ل 11، 23 8 في جبال الشراف، 30 درجة مئوية إلى 12 في معان والبادية الجنوبية، 35 درجة مئوية في العقبة إلى 16 ليلا، وتصل إلى 34 درجة مئوية في البادية الشرقية إلى 12 مع أجواء مغبرة. ونكرر مرة أخرى من التنبيه من خطر ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء يوم الجمعة المقبلة، وبالتالي خاصة لمرضى الجهاز التنفسي والعيون، كما ننصح الإخوة أثناء فترة السحور بالإكثار من شرب السوائل نظرا لجفاف الأجواء المتوقعة يوم الجمعة. إذن أتمنى لكم، هذه كانت نهاية نشرتنا الأسبوعية، أتمنى لكم أسبوعا موفقا، ندعوكم دائما للالتزام بالتعليمات الحكومية بالضوابط الصحية وعدم الخروج من المنازل إلى الضرورة القصوى. أيضا ندعوكم إلى الانتباه من ارتفاع نسب الغبار في الأجواء في بعض أيام هذا الأسبوع، وإن شاء الله يكون يعني هذا الأسبوع أسبوع موفق، ونتمنى لكم أن تكون بداية شهر رمضان بداية موفقة لكم جميعا، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.